نتكلم شويه على الرؤيه سريعه للنادي الاهلي في يمكن المباريات اللي فاتت، استعدادا طبعا لمباراه الكاس امام الترسانه ان شاء الله يوم الاربعاء. شايف اداء النادي الاهلي ازاي في عمليه، عندنا اصابات كتير، عمليه التدوير اللي بيقوم بيها فايلر في الفترات الاخيره؟ يعني تقول لي سلبيات ايه في الفتره اللي فاتت وكمان الايجابيات ايه خلينا اللي انت شايفها. طب احنا نعرض السلبيات ونتكلم كمان على الايجابيات. يعني الناس كلها بتسال، جمهور الاهلي كان بيمني نفسه انه في الفتره بعد حسم الدوري بعد مباراه اسوان ومباراه المقصه انه يلقى فيه وجوه جديده من قطاع الناشئين موجوده في الفريق، يعني خاصه في جزئيه المراكز. ده عندك سوء حظ غريب جدا في مساله الاصابات. في حاجه مش مفهومه من السنه اللي فاتت. يعني لو انت جيت رجعنا وعملت مسكت ورقه وقلم قعدت تعدد عدد الغيابات، شيء مرعب ومقلق ومخيف ومحتاج وقفه، محتاج اجابه. يعني هل دي قدرات؟ هل هي زياده احمال؟ هل هي ارضيه ملعب؟ هل يعني المساله مش ما كانتش بالصوره دي، لكن غريب انه في حاجه يعني ملحوظه خاصه في خط السردباكين. ده حاجه غريبه جدا يعني مش للاسف. فعلا يعني في حاجه فعلا مش واضحه. كنت اتمنى يكون في ايه، يعني على الاقل يعني انا عندي ثقه انه في لازم يكون الاهلي عنده في قطاع الناشئين عنده لاعب ولاعب واثنين وثلاثه، بدليل حجم الاعارات الكبير جدا اللي موجود في كل اغلب انديه الدوري. اعارات لاعيبه ظهرت وعبرت عن نفسها بصوره او اخرى. كان المفروض يبقى فيه على الواحد او اثنين حتى يعوض الجزئيه دي اللي موجود، انت تديه فرصه في الماتشات الثلاث اربع ماتشات اللي اتحسبت فيهم المسابقه. يعني حضرتك شايف ان ممكن في الوقت ده كان فايلر يدي فرص لبعض الناشئين؟ لازم تدي فرص. خلاص عربي يعني بدر كان موجود، عمليه الاشراك موجود. والحفاظ على اللياقه البدنيه بتبقى عمليات نسبيه، انك انت تنزل فلان تجهزه عشان عندك ايه الحدث الابرز والاكبر والاهم بالنسبه لجمهور الاهلي هو دوري ابطال افريقيا. فانت كان على الاقل يبقى عندك البدايل اللي انت تدي فرصه انك انت تجهز وانك انت تشوف وانك انت تبص وتتفرج وتشوف امكانيات الناس ايه، تديها ثقه. اذا ما كانش الناشئ هيلعب في الظروف دي وطول عمره بيقول لك اديه عشان هو ياخد الثقه ويكتسب ويتعلم من اللي معاه، وبعد كده ارميه بقى في النار زي ما بيقول لك، يعني شوف بقى يتحمل الضغط ويتحمل خلاص. هو امتى الناشئ؟ يعني هو الناشئ عندنا بيبدا على ما يبدو من سن مثلا 25 26 لا انا تفسير انا تفسير تفسيرنا للمساله دي غريبه جدا برضه يا كابتن. يعني انت ايه تتفرج على اوروبا وعلى المانيا مثلا من المدارس العظيمه جدا في جزئيه منح يعني الشباب الفرصه والثقه، فطلع لاعب عنده 18 سنه وثمنه عليه معركه 50 مليون جنيه. لعيب طبعا المنتقل يعني لدورتموند، ده لعيب ولسه بنتكلم حتى في خلال الاخبار اللعيبه، يعني بنتكلم على لعيب مواليد 99، بنتكلم ولد عنده 18 سنه بيشارك في البريمير ليج وبيشارك في الشامبيونز ليج. فخلينا نتكلم ان الجزئيه دي في مصر كلها مش في النادي الاهلي بس، اللي هو نظره الانديه للناشئين. خلاص انت عندك ولد مميز عنده 18 سنه او 19 سنه لازم يخش، ما بقاش خلاص صغير، لازم يخش تجربه ولازم يتحمل مسؤوليه ولازم يعني لانه في الكواليتي بتاعه يبان. امتى شفت انت حضرتك ايه؟ امتى شفت انت لعبت؟ انا يعني انت لعبت وعندك كام سنه؟ يعني لعبت في النادي الاهلي 18 سنه، يعني 18 سنه منتخب مصر. لما شفت 18 19 تبقى منتخب مصر المنتخب الاول، انت عندك 18 سنه المفروض يبقى ايه؟ ده يبقى عندك اصلا ده منتخب ناشئين ودخل في منتخب الشباب، ممكن يدخل في منتخب الاولمبي. لازم يعني عاوز اقول ايه، في فتره من فترات من كتر اللعيبه اللي كانت تطلع من فرق الناشئين بيقول لك ده كان في الحته الفلانيه، ده كان حته في، يعني عاوز اقول لك ايه، لا يعني كان بحسابات. واعتقد الاهلي سبق بالمساله دي، وكان المفروض يبقى ده شيء موجود واحنا اتكلمنا فيه، انه ده دور المدير الرياضي او دور المدير الفني، اللي هو بيقول انه مع المدير الفني للفريق انه عارف ايه المشاكل. ما لازم يبقى في بصه وفي نظره للناس اللي متابعه، انه عندك مشكله وانت شايف انه من وجهه حضرتك شايف عندنا مشكله دلوقتي في خط الدفاع، عندك مشكله في السردباكين. يعني طبعًا. دي نتيجه الاصابه مش نتيجه الكواليتي يعني. لا خلاص، ما انت دلوقتي اتحطيت في ظروف، في ظرف يعني انت ايه خارج عن ارادتك، بس كان لازم يبقى عندك في بديل واثنين وثلاثه.